أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا حول سبب بعثة الأنبياء ولماذا الله سبحانه وتعالى اختار رسلا لخلقه في الحديث الاول من باب الاضطرار الى الحجه عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام يبين سبب ذلك وقد وضحنا في الحلقه الماضيه شطرا من هذا الحديث الشريف في تتمة الحديث الإمام عليه الصلاة والسلام يبين دليلين على وجوب ارسال الرسل، يعني ارسال الرسل هو بمقتضى الحكمة، والله سبحانه وتعالى لا يعمل ولا يصنع شيئا إلا بحكمة، لأن التعامل بغير حكمة نقص. والله سبحانه وتعالى منزه عن النقص. طبعا في كتاب التوحيد بينا بشكل مفصل ان الله سبحانه وتعالى قادر على خلاف الحكمه، لكنه لا يصنع ذلك ابدا. حتى احنا تشوف انسان عاقل في طيله حياته لانه عاقل لا يفعل بعض القبائح. لماذا؟ لأنه عاقل. هل عاجزٌ عن أن يفعل القبائح؟ كلا، يتمكن من فعل ذلك، يعني افرض انسان محترم عاقل يذهب مثلا إلى مكان فيه القمامة ويجلس في القمامة ويبدأ بأكل القمامة. هل قادر يتمكن من هذا الفعل هذا الانسان العاقل المحترم؟ نعم يتمكن لكن لا يفعل اطلاقا، لماذا؟ لانه عاقل. الله سبحانه وتعالى قادر على الظلم، قادر على القبيح، لكنه لا يفعله اطلاقا، لان ذلك قبيح لا يليق بشانه، فكل ما يصنعه الله سبحانه وتعالى وكل افعاله بحكمه. زين الله سبحانه وتعالى يرسل الرسل للناس. لماذا يرسلهم هناك حكمه في هذا الامر وهناك عله لان الله لا يفعل العبث في هذا الحديث الشريف الامام يبين دليلا انيا ودليلا لميا حسب اصطلاح المناطق المنطقيون لهم اصطلاح يقولون الدليل الإني، الدليل الإني شنو هو؟ يعني الانتقال من العلة إلى المعلول. أنت من بعد ترى نارًا عندما رأيت النار تعلم أن هناك أطراف النار يوجد دفء وحرارة. فإذا الإنسان مثلًا في البرد القارص يلوح له مثلًا من بعد في الليل نار يذهب إلى تلك النار. من النار علم وجود الحراره، يعني من العله علم وجود المعلول. هذا يسمى البرهان الاني ان النار عله الحراره، لذا موسى على نبينا واله وعليه الصلاه والسلام في رجعته من مدين الى مصر وجد نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا كانت ليلة ظلماء شديدة البرد هذا يعبر عنه بالدليل الإني الانتقال من العلة إلى المعلول عندنا الدليل لمي الدليل اللمي هو الانتقال من المعلول إلى العلة يعني في النهار أنت ترى دخانا من بعد عندما ترى الدخان تكتشف أن هناك نار الدخان هو معلول من المعلول تنتقل إلى وجود العلة هذا يسمى البرهان اللمي يعني لما الدخان الدخان متصاعد لأن هناك نارا زين نجي الكلام في استدلال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام لعلة إرسال الرسل إلى البشر الامام يذكر دليل اني ويذكر دليل لمي اما الدليل الاني وقد ذكرنا شطرا منه في الحلقه الماضيه ان الله سبحانه وتعالى لم يخلق هذا الخلق عبثا وانما خلقهم ليرحمهم اذا الرحمه مؤقته في هذه الدنيا تقتضي ان يعلمهم كيفيه الحياه فيها إذا الرحمة تقتضي خلودهم في الآخرة يجب أن يعلمهم يعني بمقتضى الحكمة عندما نقول يجب على الله ليس بمعنى التكليف الشرعي عندما نقول يجب على الله بمعنى أنه مقتضى الحكمة الرحمة في الآخرة تقتضي أن يتعلم كيفية نيل تلك الرحمة تكون لهم قابلية الرحمة بدون قابلية لتلك الرحمة هذا أيضا خلاف الحكمة فلذلك الإنسان لازم يصير إلى قابلية لينال رحمة الله في الآخرة بالجنة كيف ينال هذه القابلية بالعبادة زين الإنسان بعقله لا يتمكن من اكتشاف كيفية العبادة يحتاج إلى تعليم التعليم يكون عبر الرسل. لأن الإنسان حتى لو كان أعقل العقلاء، أعقل العقلاء الاستفادة من عقله بحاجة إلى علم. إذا ما عنده علم لا يتمكن من أن يستفيد من عقله، مثلاً إحنا بعقولنا الفطرية إذا شعرنا بخطر محدق بنا نفر من ذلك الخطر بأي طريقة من الطرق يعني مثلا أنت إذا تعلم بأن هناك حيوان مفترس الآن ده يهجم عليك وأنت لا تمتلك أدوات مقاومة ذلك الحيوان مثلا ما عندك سلاح تدافع عن نفسك فماذا تفعل تهرب. عقلك يقول اهرب. زين عقلك يقول لك اهرب لانك تعلم بوجود هذا الحيوان المفترس وانه يهجم عليك. لكن اذا الانسان اعقل العقلاء لا يعلم بان هناك حيوان مفترس يريد ان يهجم عليه، هذا الحيوان مثلا جاي من الخلف وهذا الانسان اللي هو اعقل العقلاء مشغول بالتفكير وغافل عما يجري خلفه. يبقى في هذه الحالة إلى أن يهجم عليه الحيوان المفترس. احنا نعترض عليه أنت أعقل العقلاء، لماذا لم تهرب؟ يقول لأني لم أكن أعلم. والعقل يعتمد على العلم. إذاً الإنسان بعقله لا يتمكن من معرفة كيفية العبادة. هسه احنا الآن مثلاً هاي كيفية الصلاة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها هذه الكيفية يعني أصل العبادة الإنسان بفطرته وبعقله يعلم أن شكر المنعم واجب أن يعبده لكن بأي كيفية هذه الكيفية الخاصة في الأوقات الخاصة بكيفية بدءها التكبير وختامها التسليم شروطها كذا موانعها كذا قواطعها كذا هذه لا يمكن للإنسان أن يصل إليها بعقله أن تصوم في شهر رمضان بهذه الكيفية لا يمكن أن يصل الإنسان إلى هذا بعقله وإنما بحاجة إلى علم وحتى بعض الأمور اللي بالتجربة الإنسان يصل إليها لكن هذه التجربة قد تحتاج إلى آلاف السنين زين الله سبحانه وتعالى يترك هؤلاء الناس في آلاف السنين يجربون في هذه القضايا ويظلون ويدخلون في نار جهنم حتى انه الجيل مثلا الالف يصل الى مثلا النتيجه وهذا ظلم للاجيال التي مضت بدون ان تعرف كيفيه الوصول الى الجنان وحتى احنا هذه الحضاره التي نراها في الجانب الايجابي منها الحضاره اللي الان نراها في عالم اليوم هذا ببركه الرسول الاعظم محمد صلى الله عليه واله، الجانب الايجابي منها. الجانب السلبي بسبب الشهوات. لكن الجانب الايجابي كيف؟ لان رسول الله صلى الله عليه واله حينما انزل الله سبحانه وتعالى عليه القران وعلم الناس هذا القران وامرهم بالعلم وامرهم بالعمل تاسست الحضاره الاسلاميه. الحضاره الاسلاميه لم يؤسسها السلاطين وخلفاء الجور، اسسها رسول الله صلى الله عليه واله. هذه الحضاره الاسلاميه حكمت هذه المناطق في عقول الناس وفي ممارساتهم، حتى اذا الحاكم كان ظالم، لكن الحضاره الاسلاميه كانت موجوده. وهذه الحضاره عن طريق الاندلس وعن طريق فلسطين في الحروب الصليبيه انتقل جزء منها الى غير المسلمين فهم بسبب هذه الامور التي تعلموها حاولوا التطور وصل الامر الى ما وصل عليه الان، يعني حقيقه الان هذا التطور الذي موجود في جانبه الايجابي رهين برسول الله صلى الله عليه واله. وهذا امر لا نقوله نحن لاننا مسلمون وعواطفنا تسوقنا الى ذلك. لا حقيقه تاريخيه، صحيح ان الغربيين وامثالهم يريدون كتمان هذه الحقائق وينسبون كل فضل اليهم. لكن هذا ليس بصحيح وانما البدء والاساس، يعني افرض مثلا اذا الان انت تشوف واحد طبيب. هذا الطبيب صحيح هو بجهده وبتعبه وبدراسته صار طبيب لكن الفضل يرجع الى المعلم اللي درسه في الصف الاول والصف الثاني والثالث والخامس والمرحله الابتدائيه ذاك كان الاساس لهذا اذا الدليل الاني هو ان الله حكيم وحكمته تقتضي ان لا يفعل عبثا والخلق بدون ارسال هادي لهم هذا الخلق عبث فحكمه الله تقتضي ان يرسل رسولا يعني احنا من العله اللي هي حكمه الله سبحانه وتعالى نصل الى المعلول وهو ان الله يبعث رسلا هذا الدليل عقلي يعني حتى اذا واحد مو مسلم لا يعتقد بالقران لا يعتقد بالاحاديث الشريفه نحاججه بهذه الكيفيه والامام الصادق في هذا الحديث يحاجج رجلا زنديقا لا يعتقد بوجود الله في البدايه الامام يناقشه في التوحيد وهذا الشطر ذكره الكليني رضوان الله تعالى عليه من الحديث في كتاب التوحيد بعد ذلك ينتقل الى بحث النبوه زين هذا النبي الامام يبين ما يقدر يكون كل واحد لا يمكن ان يكون كل انسان نبيا ليش؟ لان النبوه تحتاج الى قابليه واسطه بين السماء والارض الانسان الذي يحمل العلم الالهي الذي انزله على الناس ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء هذا لازم يكون له قابليه هذه القابليه لا تحصل بالجهد الذاتي. وانما تحتاج الى اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا في الحلقه الماضيه تفصيل هذا الجانب. فلذلك النبي الذي يختاره الله سبحانه وتعالى ليوصل لعباده رسالته هذا مصطفى. يعني الله سبحانه وتعالى اختاره وطهره وجعل فيه القابليه لحمل هذه المهمه يعني شوف من باب المثل احنا نحتاج الى مدير مدرسه زين نجي نختار واحد فيه المؤهلات ليكون مديرا للمدرسه واذا اخترنا واحد لا مؤهلات له هذا اما ناشئ من جهلنا، يعني نجهل ان هذا لا مؤهلات له، نتصور انه له مؤهلات فنختاره مديرا للمدرسه. اما ناشئ من الجهل واما ناشئ من عدم الحكمه، يعني مثل ما يصير في الدول الدكتاتوريه يختارون الاشخاص غير المناسبين في المكان غير المناسب. مناصب عليا تعطى لاناس اميين، هذا ناشئ من الاستبداد وخلاف الحكمه. الله سبحانه وتعالى يريد ان يختار لرسالته بشرا حكمه الله تقتضي ان يختار بشرا قابلا لتلك المهمه زين قابليه بالذات ما موجوده وانما باراده من الله ان يخلقهم مصطفين يعني مثل ما انت تريد تختار مدير مدرسه بلا تشبيه والامثال تضرب ولا تقاس تشوف فلان هذا يمكن في المستقبل ان يكون صالحا لان يكون مديرا للمدرسه تدخله في دورات تعليميه دخله في دورات تعليميه تتطور كفاءاته الى ان يصل الى درجه يصير الى قابليه اي يكون مديرا للمدرسه زين الله سبحانه وتعالى قادر ما يحتاج ان يدخل الأنبياء في دورات تدريبية وإنما يخلقهم بشكل يتكون لهم القابلية نعم بعد أن خلقهم أنبياء يعني اصطفاهم ذات بطريقة تكون اللي قابلة لحمل الرسالة يمكن الله سبحانه وتعالى يطور هذا النبي باختبارات كما ذكرنا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن الله اختار ابراهيم نبيا اصطفاه من الاول لكن طوره عبر اختباره بكلمات امتحانات، القائه في نار، ذبح ابنه اسماعيل وهكذا من اختبارات صعبه طوره الله سبحانه وتعالى ثم اوجد فيه اهليه ان يكون اماما واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، الظالم ما له قابليه لان يكون اماما. اذا الله سبحانه وتعالى قادر على ان يخلقهم مصطفين، لذلك خلقهم مصطفين، مو انه خلق انسان عادي ثم اصطفاه، كلا. الله خلقه مصطفى يعني ذاته ارفع من ذات سائر البشر. صحيح هو بشر، قل انما انا بشر مثلكم. لكن يوحى الي، يعني من حيث التركيبه الجسديه هو بشر اعضاؤه اعضاء بشر، له راس، له يد، له عين، له اذن يشعر بالالم، يشعر بالجوع وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين كل ذلك موجود جسده تركيبته تركيبه بشريه لكن هذه التركيبه البشريه خالية من النقص يعني لا نقص في أجسادهم الأنبياء ولا نقص في نفسياتهم ولهم قابلية حمل الرسالة يعني بلا تشبيه أنت تشوف واحد ذكي جدا درجة ذكاء أكثر من سائر الناس مثلا بكثير هذا الإنسان الذكي جدا زين هذا الإنسان الذكي جدا هو الإنسان البليد تركيبتهما الجسدية واحدة. لا فرق بين هذا وذاك من حيث التركيبة الجسدية. زين لكن لماذا نحن نفضل هذا الانسان الذكي على ذلك الانسان البليد؟ لذكائه. زين هذه امور طبيعية. بالنسبة إلى الأنبياء تركيبتهم جسدية. لكن لماذا فضلهم الله سبحانه وتعالى على غيرهم فجعلهم الواسطه بينه وبين خلقه لانه اصطفاهم، يعني شنو اصطفاهم؟ يعني نزههم من كل نقص بشري، عصمهم الانبياء معصومون في كل شيء سواء في تبليغ الرساله ام في امورهم اليوميه الحياتيه معصومون ذلك وهذا بحث سنتطرق اليه في المستقبل ان شاء الله سبحانه وتعالى. لا يعصون الله سبحانه وتعالى العصيان عليهم محال يعني لأنه اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لا أنه لا يتمكن من العصيان لا يتمكن لكنه لا يعصي العصمة لا تعني الجبر العصمة تعني أنه له ملكة تمنعه عن ارتكاب المعاصي مثل ما إحنا لنا ملكة تمنعنا عن ان نذهب الى القمامه وان ناكل منها، نتمكن لكن لا نفعل ومستحيل ان نفعل ولا نفكر بذلك مع تمكننا من ذلك، لان قبح العمل منكشف لدينا ولنا ملكه في هذه الجهه. بالنسبه للانبياء وكذلك على الائمه عليهم جميعا الصلاه والسلام ملكه ترك المعاصي وارتكاب الواجبات يعني وفعل الواجبات، هذه الملكه موجوده فيهم. وكذلك الله عندما يختار على مجموعه من الناس هو افضل اولئك الناس في كل جهه في علمه في تقواه في عمله افضل من سائر اهل زمانه ايضا هذا في تفصيل سنذكره لاحقا ان شاء الله تعالى فاذا الله سبحانه وتعالى يختار هذا الانسان الذي اصطفاه تركيبته الجسدية كسائر البشر حتى يكون قدوة لهم. الملك لا يمكن أن يكون قدوة لنا لأن الملك لا له ليست له شهوة ولا يحتاج إلى طعام ولا يحتاج إلى زواج. يمكن ملك من الملائكة يسجد لله سبحانه وتعالى سجدة واحدة أربعة آلاف عام. ما يكون لنا قدوة وأسوة نقتدي به. إذا الآية الشريفة تقول وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ يعني لو المفروض كان ملك من الملائكة يصير رسول للناس مباشرة لألبسناه لباس الإنسان يعني بشكل إنسان كان يظهر للناس كما ظهر هاروت وماروت بشكل إنسان النبي لازم يكون أسوأ للناس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إبراهيم ومن معه كانوا لنا أسوة وكذلك سار الأنبياء نشوف ماذا فعل حتى نقتدي به كيف أكل كيف شرب كيف تزوج كيف تعامل مع الآخرين في المشاكل عندما مرض عندما يمرض عندما هو في صحة عندما هو في غضب عندما هو في سرور هذه حالات اللي هي ترتبط بالتركيبه البشريه نرى ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نقتدي به لكن هذا لا يعني انه من حيث الفضيله مثلنا قل انما انا بشر مثلكم من حيث التركيبه الجسديه لذا الامام عليه الصلاه والسلام يقول وهم الانبياء وصفوته من خلقه صفوه الصفو هو اخذ صفو الشيء، الاصطفاء من هذا وصفوته من خلقه يعني افضل ما خلق الله سبحانه وتعالى، حكماء يضعون الشيء في موضعه، الحكمه هي من الاحكام ونتيجه الاحكام هو وضع الشيء في موضعه او وضع الشيء في موضعه هو سبب للاحكام. يعني انت عندما تبني بناء قد يكون هذا البناء ركيك باول زلزله خفيفه ينهدم، نسمع بعض الاحيان ابنيه مثلا في بعض البلدان تنهار. لماذا هكذا؟ لانه لم يوضع الشيء في موضعه، ماكو احكام. اذا كانوا يريدون الاحكام يضعون الشيء في موضعه. الانبياء حكماء يضعون الشيء في موضعه، لانهم معصومين وعلماء يعلم ولا يخطئ حكماء مؤدبين بالحكمة عدهم أدب الله أدبهم في الحديث الشريف إن الله أدب نبيه بآدابه ففوض إليه دينه الله سبحانه وتعالى علم الرسول عصمه فلذا الرسول صلى الله عليه وآله عندما يشرع حكما فإنما يشرع حكما يريده الله سبحانه وتعالى حكماء مؤدبين بالحكمة مبعوثين بها يعني الأنبياء عندما جاءوا لم يجئ ليخدع الناس لم يجئ ليتأمر على الناس كما يفعل حكام الجور كلا النبي بعث بالحكمة هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين عندما تاتي الى الشريعه الشريعه مطابقه مع الحكمه يعني كل شيء في موضعه بعض الاحيان احنا ننظر نظره تجزئيه زين النظره التجزئيه تسبب ان الانسان يستشكل لكن عندما تنظر نظرة عامة ترى كل شيء في موقعه تدخل في دار ترى في هذا الدار مثلا في هذه الدار التي كان المهندس ومثلا المعمار والبناء كذا وضعوا كل شيء في موضعه إذا تنظر نظرة تجزئية لجزء يمكن تستشكل لكن عندما تنظر إلى كل الدار ترى أن هذا الشيء في موقعه وفي محله البعض يجي يستشكل على الإسلام مثلا لماذا أحكام الدية كذا لماذا أحكام القصاص كذا هذا ينظر نظرة تجزئية والسبب أنه نفس الذين يدعون إلى تطبيق الشريعة مثلا ينظرون نظرة تجزئية فقط يتصور أن أحكام الإسلام هي في الحدود الشرعية الإسلام ليس خاص بالحدود الشرعية أنت تراجع الفقه تشوف من كتاب الطهارة إلى كتاب الديات في كل شيء النظام الاقتصادي النظام السياسي النظام الاجتماعي النظام الأسري حقوق الرجل حقوق المرأة حقوق الأولاد حتى حقوق الحيوانات وهكذا نظام متكامل عندما تشوف هذا النظام المتكامل ترى كل شيء في موقعه أما إذا تنظر نظرة تجزئية يمكن تستشكل مثل ما واحد يجي يشوف أنه مثلاً طبيب أخذ أخذ المبضع يعني هذا الموس مثلا وبدأ بشق جسم المريض يستشكل لماذا تشق جسم هذا المريض؟ هذا يجري الدم ده ينظر نظرة تجزئية بس إذا نظر نظرة عامة أن هذا الجسم مثلا فيه ورم هذا الورم يحتاج إلى استئصال لا يمكن هذا الاستئصال إلا بإمرار المشرط الموس مثلا واستخراج مثلا هذه الغدة يشوف عمله صحيح لانه ضمن النظره العامه للجسد هذا العمل لازم يكون لكن كنظره تجزئيه واحد يمكن يستنكر مؤدبين بالحكمه مبعوثين بها غير مشاركين للناس على مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب في شيء من احوالهم في الخلق مثل الناس ادم بشر رسول الله محمد صلى الله عليه واله بشر سائر الانبياء بشر تركيبتهم الجسديه كتركيبتنا الجسديه لا فرق من حيث الظاهر لكن غير مشاركين للناس في شيء من احوالهم من فضائلهم الله سبحانه وتعالى بنى نظام الكون على التفاضل فضلنا بعض النبيين على بعض رسول الله محمد أفضل من آدم مثلا إبراهيم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام أفضل من لوط لأن إبراهيم إمام على لوط وهكذا وهلم مجرة هذا بالنسبة للأنبياء بالنسبة للناس تشوف بعض الناس أذكى من بعض بعض الناس أكمل من بعض حتى هو من ولادته هنشوف طفل ذكي طفل بليد مثلا هذا التفاضل حتى في المأكولات ونفضل بعضها على بعض في الأكل بعضها أفضل من بعضه من بعضها الآخر، بعض الفواكه أفضل من بعض الفواكه الأخرى، مع أنها تسقى بماء واحد مثلا وهكذا بنظام الكون على التفاضل حتى البشرية الآن تشوف واحد مدير الشركة وواحد عامل بسيط في الشركة وذاك المدير يفضل في الشركه على هذا العامل ليس في الحقوق الانسانيه لا في الحقوق الانسانيه مشتركين لكن هذا مدير وهذا مدار وذاك راتبه اعلى هذا راتبه ادنى ذاك قرار نافذ هذا قرار منافذ ذاك امر هذا مامور هذا امر طبيعي اصلا المساواه في كل شيء مستحيل اصلا لا يمكن بناء نظام الكون الا على التفاضل والحكمة اقتضت ذلك، والله سبحانه وتعالى بحكمته حتى جسد الانسان انت عينك افضل من اصبعك، لذا لو دار الامر بين انه تقلع الاصبع او تقلع العين، ماذا نفعل؟ طبعا نختار انه العين تبقى لانه افضل. لماذا هي افضل؟ لان مهمتها اكبر مثلا. فهم الانبياء كسائر الناس في التركيبة الجسدية لكن في أحوالهم المعنوية لا يشاركون الناس هذا من جانب فهو ذات مصطفى ثم بعد ذلك هو مؤيد من عند الله الله سبحانه وتعالى يؤيده وأيدناه بروح القدس مؤيدين من عند الحكيم العليم بالحك بالحكمة هذا الشطر من هذا الحديث وأما بقية هذا الحديث فإن شاء الله سنتلوه في حلقة قادمة، هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.